الحكومية والغير الحكومية التي تهتم بحماية وتحسين حقوق الإنسان. أيضا سعيد بتواجدي مع الأساتذة الأفاضل في هذا الملتقى الفكري لملامسة القضايا التي من شأنها حماية حقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية والرقي بها، خاصة في زمن أصبح منسوب الوعي لتكريس حقوق الإنسان بتزايد مستمر وازدياد سرعة توحد المشاعر الإنسانية في امتعاض الأفعال التي تنتهك القيم الإنسانية، في زمن أصبح فيه إذاعة الأحداث التي تمس بالكرامة الإنسانية لا يتطلب إلا هاتف محمول موصول بالإنترنت وإنزال إحدى التطبيقات للتواصل الاجتماعي. الآن نحن في ثورة رقمية، أي حالة حدث بسيط إنتاج حقوق الإنسان إلا وأكيد أنه سوف ينتشر انتشار النار في الهشيم. لهذا أثناء تهيئي لهذه المحاضرة انتبهني واحد مثال ياباني يقول هذا المثال: إن التفكير الذي لا يتبعه تصرف لا يؤدي إلى شيء، لكن تصرف بدون تفكير يؤدي إلى كارثة. التصرف بدون تفكير يؤدي إلى كارثة. وعلى هذا المثل ينطبق على مجال حقوق الإنسان، فالسلطة العامة عندما تتدخل من أجل فرض النظام العام دون التفكير في حقوق الإنسان قد يؤدي هذا الأمر إلى الكارثة. والفرد عندما يقدم على ممارسة الحرية دون التفكير في مجال العيش المشترك قد يؤدي بحريته حرية الآخرين، وبالتالي يصبح متجاوز النظام العام. لهذا فمجال إعمال حقوق الإنسان يحتاج إلى إعمال الفكر. الإشكالات العميقة لحقوق الإنسان لا تقف فحسب عند المسألة الإجرائية، وتنقضي بإعمال نصوص تشريعية ومقتضيات تشريعية. فمثلاً النقاش الآني للحسم في موضوع عقوبة الإعدام من الإبقاء عليها أو لإلغائها لا يكفي فيه إلغاء النص التشريعي أو الإبقاء عليه، بقدر ما يحتاج إلى توافق المجتمعات في هذا الأمر. هذا ما يدفعنا للقول أن إعمال حقوق الإنسان يتعدى الإشكال الإجرائي والتشريعي إلى إشكالات أعمق، لذلك تفردها الطبيعة المعقدة لموضوع حقوق الإنسان ولتظهر في جمعه ما بين المتناقضات. والوقوف عند هذه الإشكالات يحتاج إلى توضيح هذه التناقضات. أول هذه التناقضات أن حقوق الإنسان ترتبط بوجود الإنسان كفرد من جهة، فهي تنشأ بنشأته وتنقضي بانقضائه كفرد، وفي المقابل ترتبط أيضا به ككائن اجتماعي يعيش في المجتمع، ومن ثم لا يستقيم الكلام عن تمتع الفرد بحقوق بمحزن عن علاقته مع غيره في أفراد المجتمع وعن الدولة التي تحكمها. التناقض الثاني: موضوع حقوق الإنسان موضوع قديم جديد متشدد. قديم لكونه يحمل قيم حقوق الإنسان مستمدة عبر التراكمات التاريخية منذ الأزمنة الغابرة، الحضارات اليونانية، الحضارات الإسلامية، الحضارات الصينية، الحضارات كلها أفرزت قيم أصبحت الآن قيم ثابتة على مستوى حقوق الإنسان. وجديد كون مواضيعه متجددة في المستقبل، فما كان حق مقدس في الماضي قد يصبح حقا نسبي في المستقبل. مثلا الحق في الحياة هو حق قديم متأصل ومتجذر منذ الأزل، لكن أصبح الآن يتعارض مع مطالب لحقوق جديدة، حقوق مثلا حق الموت الرحيم والإشهار، كلها حقوق أصبحت تساهم حق الحياة. التناقض الثالث أيضا المحاولة لوضع تعريف شامل جامع مانع لحقوق الإنسان يواجه حالة من الغموض. كافة تعريفات دائما تواجه حالة من الغموض لتعريف حقوق الإنسان والإبهام، ومرد ذلك أنه من المفاهيم المتطورة مع الزمن، فيختلف الناس في تحديد دلالاته حسب زمانهم ومذاهبهم العقائدية والسياسية.
تنظر الرابع حقوق الإنسان تأتي في مرتبتين، إهمال حقوق الإنسان وتحقيق النظام العام. دائما حقوق الإنسان كتجي في مرتبة ديال إهمال حقوق الإنسان وتحقيق النظام العام، فكلما انحازت السلطة إلى تحقيق النظام العام كلما ازدادت وسائلها التضحية، وكلما انحازت إلى إعمال حقوق الإنسان كلما هذا الأمر أدى إلى تأثير على الحفاظ أو أثر على أو يؤدي إلى تأثير على الحفاظ على النظام العام. هذه التناقضات هي ما تجعل المواضيع الإشكالية لحقوق الإنسان تحشر من بين المواضيع الشائكة والساخنة في الحوار وتحتاج إلى تبصر وتفكر. إن الكشف عن الإشكالات الحقيقية في موضوع حقوق الإنسان يحتاج إلى تجاوز المقاربات التقليدية المرتكزة على النوع والقائم على طرح أسئلة لا تخرج عن نطاق الأسئلة المتعلقة بمدى مواكبة الدول لكافة أنواع حقوق الإنسان والضمانات الحقوقية، ولا تصل إلى الأسئلة العميقة التي تلامس كيف تطويع هذه الحقوق مع خصوصيات المجتمعات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. الإشكالات الحقيقية الآن التي أصبحت تواجه موضوع حقوق الإنسان تتجاوز الأسئلة المرتبطة بالنوع أنواع حقوق الإنسان، أنواع ضمانات حقوق الإنسان، وتطرح أسئلة أعمق تتعلق بكيف تصبح حقوق قابلة للتنزيل ومحط توافق وتعكس إرادة مكونات المجتمع. فمبادئ حقوق الإنسان كمشهد لمختلف أنواع حضور الوطن تحتاج إلى تهيئة بيئة مناسبة لكي تنمو وتصبح. والمغرب بدوره ليس فيمن أعلى الإشكالات الكبرى التي يطرحها موضوع حقوق الإنسان، وإن كان قطع أشواطا كبيرة في الإجابة عن مجموعة من الأسئلة النوعية، سواء تعلق الأمر بعلاقة بأنواع المؤسسات الضامنة لحقوق الإنسان عبر انخراطه في المجلس العالمي لحقوق الإنسان، وانخراطه في آلية استعراض الدوري الشامل. الآن رأينا استعراض الدورة 46 للمغرب لوضع الحقوق المغرب، إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاضع لمبادئ باريس، هيئة الإنصاف والمصالحة، القضاء الدستوري، القضاء الإداري، هيئة مؤسسة الوصل، وغيرها من المؤسسات الضامنة لحقوق الإنسان التي تعبر عن أنواع المؤسسات الضامنة لحقوق الإنسان أو تلك المتعلقة بعلاقته بأنواع الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان عبر انضمامها للاتفاقيات العامة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين، الاتفاقيات خاصة كاتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية حقوق الطفل، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا اتفاقيات موضوعاتية كاتفاقية دولية لقضاء على جميع أشكال التمييز، اتفاقية دولية لمناهضة التعذيب، اتفاقية دولية لحماية الأشخاص من الاختباء القسري. لكن ورغم هذه المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان إلا أنه يقع في الكثير من الأحيان أمام رهان الإجابة عن بعض الأسئلة المعقدة التي تطفو على السطح من حين إلى آخر وتكشف عن جوانب قصور حقوق الإنسان في المغرب، مما يقتضي معه التفكير في تجديد وإعادة النظر في الكيفية التي نقارن بها الإشكالات الراهنة التي يطرحها موضوع حقوق الإنسان. الآن هناك العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة. سؤال التنمية لمجموعة من المناطق المغربية آخرها منطقة الفنادق، سؤال إعمال حقوق الإنسان في زمن الأزمات، فوباء كورونا كشف عن العديد من الاختلالات الناتجة عن تضرر مجموعة من الحقوق جراء الحظر الصحي، حق التعليم، حق التشغيل، حق الصحة، أيضا سؤال ممارسة الحريات والقانون الجنائي، الجدل الذي يثيره الفصل 490 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة الفساد، الفصل 222 المتعلق بالإفطار العلني، الجدل حول الإبقاء أو إلغاء على عقوبة الإعدام. هذه النماذج النفسية تعكس عمق واقع حقوق الإنسان المغربي، والإجابة عنها لا يكفيها إحداث تشريع أو إلغاء تشريع قانوني أو إلغاء فصل قانوني، بل تتعدى إلى أمر أبعد من ذلك، وهو التجديد في مقاربة موضوع حقوق الإنسان بالشكل الذي يستجيب للتغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي من جهة، وجعل مختلف أنواع الحقوق قابلة للتنزيل ومحط توافق وتعكس إرادة مكونات المجتمع من جهة ثانية. حل هذه المعادلة الصعبة يمر عبر ثلاث مرتكزات أساسية.
في السياسات العمومية الغربية. المرتكز الأول إدراج الحقوق الجماعية في السياسات العمومية. فالحديث عن الحقوق غالبا ما يكون المخاطب به هو الفرد. حقوق الإنسان ما تبدأت بشكل الليبرالي أنك تخاطب دائما حقوق الفرد. وكنا نعتقد وقت قريب أن حقوق الإنسان هي حقوق فردية، لكن الإشكالات الحديثة التي أصبحت تطرح الآن أفرزت نمط جديد من الحقوق المتعلق بحقوق الجماعات، كحق في التنمية والسلامة، حق في بيئة نظيفة وسليمة، حق الأقلية في هوية. مثلا السياسات العمومية في المغرب في مجال إعمال حق التنمية كانت تقوم على أساس اعتباري حق فردي، تتعامل مع التنمية على أساس أنها تنعكس على الفرد، والمستهدف فيها هو الفرد. السياسات اللي كانت من عاش الاقتصاد وهذه كانت دائما تركز على الفرد أنه يكون يحصل على التنمية عبر توفير فرص التشغيل وتحسين ظروف العيش، وكانت تغفل استدامة هذا الحق في حال انقضاء فرص التنمية للأجيال الحالية والأجيال القادمة. مثلا أعطي مثال عشان تفهموا النقطة، مثلا الصيد البحري أو لا استعمال الموارد المائية. الصيد البحري مثلا كترخصوا من المناطق الساحلية، كتعمل مجموعة من الإجراءات باش كترخص لسكان المدينة أنهم يزاولوا أنشطة اقتصادية على مستوى الأنشطة البحرية، ولكن هي قاعدة اقتصادية أن الموارد دائما تكون في انحدار والعمل الإنساني يكون دائما في تصاعد، لهذا فتكون الموارد الطبيعية دائما في توجه انحدار، بمعنى أن عدم عقلنة استثمار الموارد بشكل جيد سوف يؤدي لإضرار حقوق أجيال المستقبلية، بمعنى أن استعمال الموارد الاقتصادية بشكل لا يؤدي إلى احترام حقوق الأجيال المستقبلية لهذه الموارد، وتم استعمالها في الوقت الحاضر بشكل لا يراعي حقوق الجماعة المستقبلية سوف يؤدي إلى كارثة بالنسبة للأجيال القادمة. المرتكز الثاني، إعمال مبدأ تكامل الحقوق. إن الغاية الأسمى لإعمال الحقوق هي تحقيق الكرامة الإنسانية. إعمال الحقوق دائما القاعدة الأساسية في حقوق الإنسان، إعمال أي حق من الحقوق خاصة يؤدي بالنتيجة إلى حفظ كرامة الإنسان. وإعمال أي حق من الحقوق يجب أن لا يتعارض مع هذه الغاية الأسمى. إعمال أي حق من الحقوق خاصة يتعارض مع الغاية لحفظ كرامة الإنسان. فالحقوق متساوية من حيث القيمة، ولا وجود للتفضيل بين هذه الحقوق، ما كاينش تفضيل ما بين حق ودون حق آخر. فانتهاك حق من الحقوق تحت ذريعة حماية حق آخر فإنه لا محالة سيؤدي إلى المس في الكرامة الإنسانية. نحمي حق ونمس حق آخر، الأمر هذا سيؤدي إلى لا كرامة إنسانية. فالأصل الحقوق أنها غير قابلة للتجسيد، متكاملة ومتعاضدة فيما بينها، يخدم بعضها البعض. هذا الأمر ظهر بشكل جلي جراء الآثار التي خلفت أزمة كورونا على حقوق الإنسان، وإن كانت مختلف الدول عملت على فرض حجر صحي لحماية حق الحياة، إلا أن هذا الأمر كان له انعكاس سلبي على مجموعة من الحقوق، خاصة لدى الدول التي لم تتخذ الإجراءات الكافية لتعزيز حماية الحق حقوق المتضررة. حماية حق الحجر الصحي حملنا واحد حق أساسي وحق أصيل وحق الحياة، ولكن أضر بمجموعة من الحقوق الموازية لهذا الحق. ومن أبرز الحقوق التي تضررت جراء الحجر الصحي حق التعليم. فحماية الحق في الحياة لا يجب أن يتعارض مع الحق في التعليم. وإعمال حق التعليم يأتي عبر تعضيده بحقوق أخرى، فحق التمكين من الإنترنت ووسائل التواصل، والحق في الصحة فيما يتعلق بتوفير وسائل الوقاية، فيما يتعلق في توفير الفاكسيناسيون، فيما يتعلق في توفير اللقاح، إلى غير ذلك من الأمور، حتى يتسنى إعمال هذا الحق بشقيه الحضوري وعن بعد. المرتكز الثالث والأخير، فتح ورش لتعاقد جديد حول مفهوم النظام العام. الآن المغرب في الآونة الأخيرة يعرض نقاشات محتدمة حول ممارسة الحرية الفردية واصطدامها بمفهوم حماية النظام العام. هذا الأمر يدعو إلى فتح نقاش حقيقي يعكس إرادة المجتمع المغربي
حول تحديد الأفعال والسلوكيات الفردية التي تمس بالعيش المشترك والتي من خلالها يتحدد النظام العام حتى تبنى سياسة جنائية بشكل تحترم فيه الحريات الفردية بشكل متوافق عليه. الآن كان مجموعة من النقاشات حول مجموعة من القوانين، ولكن النقاشات دائما تصطدم بمفهوم النظام العام، مفهوم النظام العام الفصل المتعلق بالحريات الفردية، الإطار العلني، عقوبة العدم، هذه كلها فصول اللي مرتبطة بحفاظ النظام العام. ولكن مفهومنا شنو هو النظام العام؟ الآن بين جديد حول إحداث فكر، إحداث تعاقد جديد، دعوة إلى نقاش لفتح مفهوم النظام العام، فين كيوقف الحرية الفردية وفين كيبدا النظام العام؟ إلى حد الآن حنا مطالبين بتحديد تعاقد جديد، أين تقف فيه الحرية الفردية لتبدأ حرية النظام العام حتى نؤسس لسياسة جنائية من شأنها أن تقوم بالتوازن بين الحريات الفردية متعاقد عليها مجتمعاتيا وسياسة جنائية تستجيب لتطلبات فرض حفاظ النظام العام بشكل مرتكزات أساسية في السياسات العمومية المغربية. المرتكز الأول إدراج الحقوق الجماعية في السياسات العمومية. فالحديث عن الحقوق غالبا ما يكون المخاطب به هو الفرد. حقوق الإنسان ما تبدأ بشكل الليبرالي، أنك تخاطب دائما حقوق الفرد. وكنا نعتقد لوقت قليل أن حقوق الإنسان هي حقوق فردية، لكن الإشكالات الحديثة التي أصبحت تطرح الآن أفرزت نمط جديد من الحقوق المتعلق بالحقوق الجماعات، كحق في التنمية المستدامة، حق في بيئة نظيفة وسليمة، حق الأقلية في هوية. مثلا السياسات العمومية في المغرب في مجال إعمال حق التنمية كانت تقوم على أساس اعتباري حق فردي، التعامل مع التنمية على أساس أنها تنعكس على الفرد، والمستدام فيها هو الفرد. السياسات اللي كانت نعاش الاقتصاد وهذه كانت دائما تركز على الفرد أنه هو مقتصر على التنمية عبر توفير فرص التشغيل والتحسين من ظروف العيش، وكانت تغفل استدامة هذا الحق في حال انقضاء فرص التنمية للأجيال الحالية والأجيال القادمة. مثلا أعطي مثال هو النقطة، مثلا الصيد البحري أو لا استعمال الموارد المائية. الصيد البحري مثلا كانت ترخصه من المناطق الساحلية، كانت مجموعة من الإجراءات باش كترخص لسكان المدينة أنهم يزاولوا أنشطة اقتصادية على مستوى الأنشطة البحرية، ولكن هي قاعدة اقتصادية أن الموارد دائما تكون في انحدار والعمل الإنساني يكون دائما في تصاعد، لهذا فتكون الموارد الطبيعية دائما في توجه انحدار، بمعنى أن عدم عقلنا استثمار الموارد بشكل جيد سوف يؤدي لإضرار حقوق أجيال مستقبلية، بمعنى أن استعمال الموارد الاقتصادية بشكل لا يؤدي إلى احترام حقوق الأجيال المستقبلية في هذه الموارد وتم استعمالها في الحاضر بشكل لا يراعي حقوق الجماعات الاستثمارية سوف يؤدي إلى كارثة بالنسبة للأجيال القادمة. المرتكز الثاني إعمال مبدأ تكامل الحقوق. إن الغاية الأسمى لإعمال الحقوق هي تحقيق الكرامة الإنسانية. إعمال الحقوق دائما هذه قاعدة أساسية في حقوق الإنسان. إعمال أي حق من الحقوق خاصة يؤدي النتيجة إلى حفظ الكرامة الإنسانية. وإعمال أي حق من الحقوق يجب أن لا يتعارض مع هذه الغاية الأسمى. إعمال أي حق من الحقوق خاصة يتعارض مع الغاية ديال حفظ الكرامة الإنسانية. فالحقوق متساوية من حيث القيمة ولا وجود للتفريق بين هذه الحقوق. ما كاينش تفريق بين حق ودون حق آخر. فانتهاك حق من الحقوق تحت ذريعة حماية حق آخر فإنه لا محالة سيؤدي إلى المس بالكرامة الإنسانية. نحمي حق ونمس حق آخر، الأمر هذا سيؤدي إلى لا كرامة إنسانية. فالأصل الحقوق أنها غير قابلة للتجزئة، متكاملة ومتعاضدة فيما بينها، يخدم بعضها البعض. هذا الأمر دار بشكل جلي جراء الآثار التي خلفت أزمة كورونا على حقوق الإنسان. وإن كانت مختلف الدول عملت على فرض حجر صحي لحماية حق الحياة، إلا أن هذا الأمر
كان له انعكاس سلبي على مجموعه من الحقوق، خاصه لدى الدول التي لم تتخذ الاجراءات الكافيه لتعزيز حمايه الحق حقوق المتضرره. حمايه حق الحجر الصحي، حملنا واحد حق اساسي وحق اصيل واحد في الحياه، ولكن اضر بمجموعه من الحقوق الموازيه لهذا الحق. ومن ابرز الحقوق التي تضررت جراء الحجر الصحي حق التعليم. فحمايه الحق في الحياه لا يجب ان يتعارض مع الحق في التعليم.